بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن العلاج المتعدد ويتم كما يلي. واحد، يفضل أن يقرأ المريض آيات من القرآن كما كل يوم في الصباح والمساء، وذلك قبل الحجامة بمدة 7 أيام، والقراءة تكون بصوت مسموع وخاشع. اثنان، القراءة تتم على كأس من العسل المذاب بالماء ثم تشربه، وأن يكون المريض واثقا بشفاء الله سبحانه وتعالى، وأن يخشع قلبه للقرآن. ثلاثة، يجب على المريض أن يطبق تعاليم القرآن مثل الطهارة والصلاة والصيام والبعد عن الغيبة والنميمة وترك النظر إلى ما حرم الله، حتى يحس بالنقاء والخشوع والاطمئنان. أربعة، تتم الحجامة من خلال مختص يقرأ الآيات القرآنية خاصة سورة الفاتحة قبل وأثناء بعد الحجامة، لأن القرآن تؤثر على خلايا الدم ويضمن خروج الخلايا الفاسدة والهرمة بكميات أكبر بإذن الله تعالى.